السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نكمل محاضراتنا في الأحماض والقواعد. المرة اللي فاتت إحنا إذا متذكرين قلنا عن حكينا عن strength of oxy acids، قلنا إنه قوة الأحماض بتفيد بزيادة عدد ذرات الأكسجين اللي في مناها non hydrated oxygen. يعني مثلا في هاي المركب هون في عندي هاي واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة، هنا في عندي تنتين هنا واحدة. طبعا كلنا أول تفسير إذا متذكرين لما حكينا كلنا وجود النون هايدريتد أكسجين بيعمل عملية draw of electrons from the central atom، يعني هذول الأكسجينات بيصيروا يجيبوا الإلكترونات من الذرة المركزية. طبعا هاي central non metal atom. نتيجة لذلك شو بيصير معك؟ في عندك البوزيتيف تشارج على الكلورين في هاي الحالة، مثلا بيصير في عندك عملية build up للبوزيتيف تشارج، فالبوزيتيف تشارج بتزيد. الآن نتيجة زيادة البوزيتيف تشارج على السنترال أتوم شو ببلش تعمل؟ ببلش تعمل إلكترون ويدرو توورد إتسلف. طبعا أني إلكترون بصير تجذب الإلكترونات نحوها، إلكترونات الـ OH هاي الموجودة عندك على الطرف، وبالتالي بصير بما أنها بتجذب الإلكترونات، طبعا الأكسجين هون هي أيضا بصير تجذب الإلكترونات، فبصير في عندك هاي الرابطة، بصير في عندك weaker OH bond. نتيجة لذلك معناته في عندك هون عملية EVA بتصير عملية أسهل لعملية فقد الـ H+. مدام عملية فقد الـ H+ أسهل معناته بيعطيك Stronger Acid، وهذا بيعطينا إلى الإنتاج النهائي إنه كل ما زاد عدد ذرات الأكسجين كل ما زاد الـ Strength of the Molecule. وقلنا في عنا طريقة شبه كمية لتوقع الأحماض والقواعد، وهي من خلال قلنا اللي هي الباولينج سكيل، اللي هي ممكن نستخدم بي كي بتساوي تقريبا 9 ناقص 7 ان، او بي كي بتساوي 8 ناقص 5 ان. وقلنا ال ان في هاي الحالة بتمثل لنا النون هايدريتد اوكسجين اتوم. وضربنا مثال هنا ال HClO4، قلنا مثلا في ال HClO4 لما تيجي تطلع هون في عندك 3 ذرات نون اوكسجينيتد، في هاي الحالة مرتين، في هاي الحالة واحدة، في هاي الحالة صفر. فلما تيجي تعوض في العلاقة 9 ناقص 7 في 3 21، يعني 9 ناقص 21 بطلع عندك ناقص 12، وبتطبق هذا عليهم كلياتهم. هدول اللي هم القيم الاستيميتد. خلينا نيجي نقارنهم مع الاكسبرمنتال. قلنا في تقارب، صحيح انهم not very accurate مش دقيقات بشكل كبير، الا انهم provide approximate value بعطيك تقريبي اشي تقريبي من حيث القوة، و هذا شرحنا المرة اللي فاتت. قلنا الآن لما يكون عندك more than one ionized hydrogen، والمقصود طبعا في more than one ionized خذ مثلا مثال اللي هو ال H3PO4. هذا ال H3PO4 more than one ionized، يعني هي في عندك هنا OH OH OH، في عندي هنا 3 هيدروجينات ممكن انه يتم فقدهم. عشان هيك وقلنا هذا بنسميه more than one ionized proton، يعني ممكن هذا البروتون يروح، هذا البروتون يروح، وهذا البروتون يروح. في هاي الحالة طبعا الـ H3PO4 احنا بنسميه triprotic acid، يعني ممكن انه يعطي 3 بروتونات. في هاي الحالة طبعا انت في عندك هنا في H3PO4 عندك 1 non-hydrated oxygen، وبالتالي لما بدك تيجي تحسب الـ BKa لإلها مثلا الـ H3PO4 9 ناقص 7 في 1 2 بيطلع معنا. طيب هلا في حالة الـ H2PO3 بدنا ننتبه هنا، بتعرفوا انه هذا بتفكك على 3 مراحل، يعني اذا بدك تيجي تطلع عليه اول واحدة بتفقد بروتون واحد فبتحول ل H2PO4 ناقص اللي هو هذا، وبالتالي لاحظ بصير في عندك تنتين هلا اكسجينات نون هايدريتد لما يكون عندك هذا الايون. وبالتالي لما بدك تيجي تحفظ يكون عندك 9 ناقص 7 في 2، فبطلع معك ال PKa إلو 7. أوكي، إذا أنت 7 هاي واحدة هاي تنتين، 7 × 2 = 14، شيل 9 ناقص 14 بطلع معك طبعا قريب اللي هو العلاقة اللي هي 7. بس هون هو إيش بقول لك؟ هو ما اعتمد على العلاقة، وإنما قال لك إنه ال PKa بتزيد بمقدار 5 يونت مع كل removal of proton. يعني انت ما تيجي تحفظ بهذا الشكل، انت بإمكانك شو تعمل؟ تزيد 5 على كل
هيدروجيني بتنشال. يعني انا هون مثلا شلت هيدروجيني واحده، بتقول لي كم كانت في ال H3PO4 2؟ اذا مباشره بفيد 5. طب لما بدي اجي انتقل من هون لهون بصير عندك 12، يعني اللي هي 7 ايش فائد 5. لما تيجي تطلع هون ايضا نفس الاشي، لاحظوا 3 8 13. في حالة السلفيوريك اسيد في عندك هون تنتين ايش نون هايدريتد اوكسجين، وهون في عندك تنتين ايونايزد هيدروجين، وبالتالي لما تيجي تطلع حسب العلاقة لل H2SO4 تكون عندك 9 ناقص 7 في 2 14، 9 ناقص 14 بيطلع عندك ناقص 5. طيب الأقرب وحدة اللي هي هذه لما يروح عندك البروتون بالك بتصير صفر، ليش؟ لأنك بدك تضيف لها 5، وهكذا بتمشي. إذا القاعدة أنت بتطبق هاي العلاقة، لكن لما يكون عندك more than one ionized hydrogen بتيجي إيش بتعمل؟ بتضيف 5 للقيمة. طيب إذا هون أنت بس تستخدم هاي العلاقة لوين؟ لأول بروتون. هون بنستخدم هاي العلاقة للبروتون الأولاني، هي هون في عفوا في الحامض الأصلي. فأنت لما تطلع هاي 2 وهون طلعناها 3. طبعا ما بتيجي انت هون عشان تحسب للايونايزد فورم، نيجي ايش فقط بنعمل بنضيف 5. هاي حسب القواعد اللي محطوطة اللي هي تقدير البي كي اي فاليو. اذا احنا بنستخدم العلاقات فقط للايش للحامض. الان للايونايزد فورم بنضيف 5 لكل بروتون بروح. اذا بنستخدم هاي للحامض بدل ما نبلش نفيد 5. عشان هيك اذا بتيجي بتحسب على فكره هون على العلاقه، بما انا قبل شوي عملت ما راح يطلع معك القيمه هاي. يعني مثلا على سبيل المثال لو اجى واحد بده يستخدم العلاقه هاي بيجي بقول لك هون صار في عندك انت هون نون هايدريتد اوكسجين حسب التنتين، مثلا تنتين تنتين ب7 14، 9 ناقص 14 بيطلع 5 فعليا مش 7. فعشان هيك بنقول انت بتستخدم العلاقه هاي عشان تطلع البي كي اي للحامض، بعدين بتصير بتضيف 5 وحدات لكل ايونايزد فورم. طيب هلا لما نيجي نقارن هدول القيم مع الاكسبيرمنتال بنلاحظ برضو في عندك يعني عم تعطيك جود فاليوز. طيب الان احنا قبل شوي فسرنا قوه الاحماض الاوكسي اسيد من خلال اللي هو جذب الالكترونات الرابطه من خلال الاكسجينات. طبعا في ارجيومنت ثاني او خلينا نقول نظره اخرى لا تفسيريه لهذا الموضوع، وهو يسميه احنا نظره الكونجوجيتد بيف. هلا هو هذا الحامض لما يفقد البروتون طبعا بده يعطيك ايش الانيون، والانيون هذا بده يكون هو عباره عن كونجوجيت بيف للحامض اللي ايش قبل ما انه يروح منه البروتون. ف الآن النظرة هاي بتيجي بتقول لك هاي الكونجوجيت بيف اللي بتطلع معانا الآن صار في عليها نيجاتيف تشارج، وهاي النيجاتيف تشارج بتكون موزعة على كل النون هايدريتد أكسجينات، الأكسجينات غير إيش اللي موجود عليها هيدروجين. وبالتالي كل ما زاد عندك عدد ذرات الأكسجين بصير في عندك كأنه هاي الشحنة السالبة تتوزع على عدد أكبر من الذرات. وتوزع الشحنة شو بيعطيك؟ فلك بيعطيك مور ستيبل انايون، يعني الايون اللي بيكون متكون بيكون اكثر استقرارا. طب شو معنات انه الكونجوجيت بيف صارت مور ستيبل ايون؟ قال لك معناته هي عباره عن ذا ويكر ذا كونجوجيت بيف، بعطيك اياها يعني الكونجوجيت بيف بتكون ايش اضعف. ليش اضعف؟ تقولي لانه نتيجه توزع الشحنه صارت الشحنه مش موجودة بشكل مكثف بحيث انها تستطيع انها تاخذ البروتون وترجع للاصل تبعها. عشان هيك بصير في عندك نتيجة الاستابلايزيشن اوف تشارج او الاستابلايزيشن اوف ايون ديو تو تشارج ديستريبيوشن بيعطيك ويكر كونجوجيت بيف. طب اذا كانت الكونجوجيت بيف صارت اضعف معناته بتقول لي الحامض تبع الاصل شو صار؟ اقوى كحمض، يعني في الهايدريتد فورم بكون اقوى. وبالتالي بقول لك كل ما فات عندك عدد ذرات الاكسجين النون هايدريتد بكون الحامض اقوى. طبعا هاي احنا ممكن نشوفها بالرسم التالي. خذوا مثلا الاحماض اللي قبل شوي ناقشناهم اللي هو كان الاصل اتش في ال او، لما يروح من البروتون بتحول لفي ال او ناقص، هاي الشحنه السالبه. طيب لما يكون عندك في اتش
في ال O2. الشحن الفعلي بلاحظه موفر على كم اكسجيني؟ على تنتين. لاحظوا هاي واحدة تنتين ثلاثة، هاي واحدة تنتين يعني كأنه النيجاتيف تشارج موفر هنا على 4 ذرات اكسجين. طب هذا شو يعني؟ هذا بقول لك انه في عندك هنا عدد ذرات اكسجين اكبر، كل ما انزلت انت لتحت في هدول المركبات صار عندك ذرات اكسجين اللي هي تستطيع ان تتشارك في الشحن الثالبي. طب هذا بيؤدي الى ايش؟ بقول لك هذا بيؤدي الى انه مور ستيبل انيون، يعني هذا الانيون المتكون بيكون اكثر استقرار. طب شو معناته انه الايون هذا اكثر استقرار؟ بقول لك معناته هو عباره عن ويكر كونجوجيت بيف، يعني الكونجوجيت بيف هاي المتكونه بتكون اضعف. طب شو معناته انها اضعف؟ معناته ايه؟ بقول الحمض الاصلي اللي جاي منه معناته بكون حمض اقوى. طيب الان نروح لطائفه اخرى من الاحماض حسب برونشتد لوري، وهي بحكي لك البرونشتد لوري افيديتي اوف اكويوس كاتيونز اللي هي الكاتيونات الموجوده في الوسط الحامض في الوسط المائي. فهون بقول لك بوزيتيف ميتال ايونز اكزيبت افيديك بيهافير ان سوليوشن، يعني المعادن الموجبه الايونات الموجبه بقول لك لها تاثير حامضي في المحلول. وهنا ضارب لنا مثال، خذوا هذا المثال اللي هو الاف اي اتش 2 او كل 6 بلس 3. طبعا هذا بنسميه احنا اكوا كومبلكس، يعني ميه مرتبطه مع الحديد وعليه بلس 3. هذا الايون اللي هو الميتال ايون اللي موجود في المحلول ويحمل شحنه موجبه، الان نتيجه وجوده في الوسط الحامضي شو بصير؟ لاحظوا كان عندك هنا 6H2O، ايش اللي بصير؟ وحده من المي هذه تعطي بروتون من الموجود عندها لل H2O، فلاحظوا ال H2O هاي بتتحول الى ايش؟ H3O بلس، وحده من الماء هذه بتتحول ل OH، عشان هيك صار معك ايرون H2O الكل 5 OH. ولاحظوا المركب الكلي هون كان موجب 3 صار موجب 2، ليش؟ لانه صارت وحده من المي كانت متعادله صارت OH. وهذول في حالة اتفاق، يعني زي ما هذا التفاعل بيمشي ممكن ايش؟ هاي كمان تروح تعمل عملية بروتينيشن تروح ترجع. طيب الآن هذا المركب المتكون نتيجة وجوده أيضا في وسط مائي شو برد بيعمل؟ برد بيعمل لك بكرر العملية. هلا واحدة من جزيئات المي هذول بترد تعطي بروتون، برد بتكون عندك أيون الهيدرونيوم، فبصير في عندك بدل وحدة أو اتش صار في عندك تنتين أو اتش وأربعة مي ويحمل شحنة موجبة واحدة، ليش؟ لأنه الآن صار في عندي تنتين OH. فإيش بتلاحظ؟ إذا بتلاحظ إنه كأنه هذا المركب الآن سلك كحامض، وهذا أيضا سلك كحامض، وهكذا. هلا بقول لك إن مور بيفك سوليوشن، يعني لو كان المحلول هذا اللي احنا هون اعتبرناه اكويوس سوليوشن، افرض انه خليناه قاعدي، بقول لك في المور بيفك سوليوشن يعني عملية انه تكون في عندك هذا محلول قاعدي، بصير في عندك العملية هذه ايش؟ كأنها بتكون ماشية نحو اليمين بشكل اكبر، وبالتالي يقول لك الهيدروكسايد او الاوكسايد بريدج فورم بتكون عندك مركبات جفرية تحتوي، اما بتكون الـ OH زي هاي مثلا طلع OH عامل جفر ما بين الفلفين وهي OH عامل جفر، او ممكن يكون عندك الاوكسايد بدل OH هي اللي عامل الجفر. هذا وينتا لما يكون عندك المحلول ايش؟ قاعدي، يعني لما نحط مور بيفك يعني نقوي شوي القاعدة المستخدمة. وهذا الاوكسايد لاحظوا تكون الهيدروكسيد او الاوكسايد بريدج، مثلا في عندك هذا المركب، لاحظوا هنا لو كان عندك هذا المركب اللي هو هاد، اوكي عندك اثنين منه ايضا موجود في حاله التيفان، ايش بيطلع عندك؟ بيطلع عندك قلنا البريدج، يعني صار في عندك بريدجنج كومبلكس. لاحظوا بس ايش بتميز هذا البريدجنج كومبلكس؟ انه في عليه شحنه موجبه كبيره، لانه كان في الاصل هو موجب 2، فلما يعمل جفر فصار عندك هذا الكومبلكس ايون يحمل بلس 4. فعشان هيك بقول لك وجود الهيدروكسيد او الاوكسايد بريدج فورم ايش بيعطيك؟ بيعطيك هاي بوزيتيف تشارج، فعلا تكونت شحنه موجبه كبيره.
هاي الشحنة الكبيرة شو بتعمل؟ بتعمل عملية بروموشن، يعني كان بروموت مور اتش بلس ديفافيشن، بتؤدي إلى زيادة إيش؟ إعطاء بروتونات يعني من المي، وهذا بيؤدي إلى إنه أنت لما تمشي كأنك أنت يعني كأنك ماشي في الاتجاه نحو اليمين دائما، إنه البروتون عم بتفقد بروتونات، بتحول عندك المي إلى هيدروكسيد، هون المي إلى هيدروكسيد، فإيش بصير في عندك؟ بس ممكن إيش في المرحلة النهائية هايدريتد ميتال هيدروكسيد بريسيبيتيت، ممكن أن يترسب إيش الهيدروكسيد اللي بيكون هايدريتد، الميتال هيدروكسيد ممكن أن يتم ترسيبه في حالة الوسط القاعدي. طيب الآن بشكل عام وفقا لهذا الكلام بقول لك إنه الميتال أيونز وفقا لهذا الكلام إذا كان في عندك with large charge and smaller radii، إذا كانت الشحنة عليهم كبيرة كتير بالموجب والحجم صغير، هذا بيعطيك إنه إيش بيكون عندك stronger acid. ليش؟ لأنه وجود الشحنة الكبيرة والحجم الصغير ايش هذا بيعمل لك؟ بيعمل زي concentrated charge على الميتال ايون، وجود الشحنة الموجبة هذا بصير يعمل عملية سحب للإلكترونات اللي هي بينه وبين الأكسجين، مما انه بيؤدي إلى سهولة فقد البروتون وبالتالي stronger acid. يعني بمعنى آخر بصير في عندك كل ما زادت الشحنة وصغر الحجم كل ما كان الحامض هذا ايش أقوى. يعني البلس 4 أو هاير دائما بيكون عندك الأيونات اللي بتكون في البلس 4 أو أعلى بتعطيك مونو أتوميك أيون، يعني بتعطيك أيونات، وبالتالي هذه الأيونات ما بتتواجد على شكل أيون وإنما ممكن تتواجد على إيش شكل أوكسجينيتد أيون من كثر إيش الشحنة الموجب اللي عليها، وقلنا لاستمرار عملية إيش فقد البروتونات تتحول إلى oxygenated ion، يعني بتكون على شكل أيونات، وهلا رح نعطيكم في السلايد القادم نعطيكم مثال عليهم. هلا نيجي نطلع على الفلفات في الجدول الدوري. في عندك الفلفات ببلشوا بالألكالي ميتال فيهم في المجموعة الأولى، هذول عادة طبعا الشحنة بتعرفوا عليهم، هذول بتميزوا إنه شحنتهم بلس 1 في المجموعة الأولى، هذول ما بظهر لهم acidity، إذا no acidity للألكالي ميتال. الالكالين ايرث اللي هم بيجي في المجموعة الثانية قال لك سلايت اسيديتي، طبعا لانه بصير عندك 1 بلس 2 الشحنة لاحظوا بتزيد، لاحظوا كل ما زادت الشحنة شو عم بصير عندك الاسيديتي عم بتزيد، لما كان عندك بلس 1 ايوناتها قال لك نو اسيديتي. هلا في الالكالين ايرث مثل في المجموعة رقم 2 قال لك سلايت اسيديتي، يعني لها حامضية ايش قليلة. لما ننتقل لل بلس 2 ترانزيشن ميتال ايون في اللي هي العناصر الانتقاليه في البلس 2 كل لك ويكلي افيد، بتبلش تظهر عندهم الخاصيه الحمضيه. طبعا هذا الجدول ببين لك هذا الكلام، خلينا نخلصه بعدين نرد نقطع الجدول. لما ننتقل للبلس 3 ترانزيشن ميتال كل لك في عندك مودريتلي افيد، صارت الحامضيه تبعته ايش متوسطه. اذا بتلاحظ انه مع زياده الشحنه شو بصير في الحامضيه قاعد بتفيد. فهون لما تيجي تطلع على الهايدريتد ميتال ايونز برومفتد لوري افيديتي، خذوا مثلا الايرون بلس 3، قال لك الايرون بلس 3 اللي هو هذا يعتبر من العناصر الانتقاليه وبلس 3 موجب 2، قال لك مودريتلي افيديك، لاحظوا قيمه الكي اي له 6 و7 في 10 سالب 3، يعني هو يعتبر ايش حامضيته متوسطه. خذوا الكروميوم بلس 3 1.6 في 10 ناقص 4. الالومنيوم طبعا بتعرفوا الالومنيوم هو تابع للمين جروب إليمنت، لكنه بيعمل مركبات بتتشابه أحيانا مع العناصر الانتقالية، لاحظوا كم عنده 1.1 في 10 سالب 5. الإسكانديوم بلس 3 طبعا هذا من العناصر الانتقالية 1.1 في 10 سالب 5. فإذا بتيجي بتطلع على هدول يعني فعلا البلس 3 كلياتهم بيعطيك تقريبا moderate acidic behavior. خذوا مثلا هنا نفس الايرون بلس 3، طلع على الايرون بلس 2 نفس العنصر الانتقالي، لكن فقط انا حولته من بلس 3 الى بلس 2، شوفوا كم بتفرق الحامضيه تبعته 5 في 10 ناقص 9، شوفوا قديش very weak acid كان، لكن لما كان موجب 3 صار الاسيد تبعته مودريت ناقص نزل تقريبا بالقوه ايش صار في القوه تقريبا لنسبه مليون مره.
خذوا مثلا الكبر موجب 2، 5 كعشرة فايب 9 very weak acid. اوكي النيكل موجب 2 weak acid 5 في 10 ناقص 10، زنك موجب 2 10 فالب فالب 10. وبالتالي بتلاحظ فعلا العناصر الانتقالية في الموجب 2 weak acidic، في الموجب 3 moderately acidic. طبعا هذه الدراسة كلياتها معمولة على هاي الاكوا كومبلكسز اللي هي الهايدريتد ميتال ايونز اللي هو M مع H2O الكل N بلس N زائد H2O. طبعا بقولنا بصير عندك هنا فقد بروتون فبعطيك H3O بلس، فبتتحول واحدة من الجزيئات الماء ل OH. اوكي هاي من الامثله اللي قلت عنها قبل شوي، لما يكون في عندك اذا هون احنا قلنا انه البلس 4 واعلى المونو اتوميك ايون ممكن انه قلنا يتواجد ك ايش اوكسجينيتد ايون. وهون اطلعوا على هذا المثال، هون بقول لك ان اكستريملي هاي تشارج، لما يكون عندك شحنات عاليه زي المثال قبل شوي احنا قلنا موجب 4 فما فوق، هي موجب 4 موجب 5 موجب 5 موجب 6 موجب 7. بقول لك في هاي الحاله الأكسجينيتد أيون هي اللي بتتواجد إيش rather than free metal ions، يعني ما بتواجد الميتال أيون اللي هو مثلا هنا بدل فينيديوم 4 ما بتواجد فينيديوم 4، بتواجد على شكل إيش أكسجينيتد ميتال أيون. وأن الفينيديوم بلس 5 ما بتواجد على شكل فينيديوم ميتال أيون، وإنما بتواجد على شكل إيش دايوكسو فينيديوم اللي هو VO2 الكل بلس. يورانيوم أيون ما بتواجد هيك، بتواجد على شكل يورانيل. الكروميوم بلس 6 ما بتواجد على شكل الكروميوم بلس 6، وانما بتواجد على شكل كروميت اللي هي CrO4 ناقص 2. المنجنيز 7 بتواجد على شكل بيرمنجنيت. اذا بلس 4 فما فوق بدل الاوكسجينيتد ايون بتتواجد بدالها اللي هي الاوكسجينيتد ايونز، يعني البدل عفوا بدل الميتال ايون ما تتواجد، تتواجد معك الاوكسجينيتد. هذا قلنا في حاله الهايلي charged species. طيب الآن ننتقل لتعريف آخر من تعريف الأحماض وهو lowest acid base concept و and frontier orbital، يعني مبدأ lowest acid acid base واستخدام لفرونتير orbital في الأوربيتالات الحدية. طبعا هلأ بنعرف شو مقصود في الأوربيتالات الحدية. هلأ حسب تعريف لويس قال لك البيس هي إلكترون بير دونر، يعني أي مادة تستطيع أنها تمنحك زوج من الإلكترونات بنعتبرها إحنا لويس بيس. طب الأسيد في المقابل بده يكون إيش؟ إلكترون بير أكسبتر، مستقبل للزوج الإلكتروني. إذا مانح الزوج الإلكتروني حسب لويس هو البيس، ومستقبل الزوج الإلكتروني حسب لويس هو الحامض. طبعا بدنا نعرف إنه هذا الآن التعريف encompasses prompted Lowry and solvent system definition، يعني بمعنى آخر بمفروض أنه يضم إيش التعريفات السابقة. وهذا قلت لكم إياه، قلت لكم كل تعريف جديد لازم أن يضم إيش التعريفات السابقة، يعني الأحماض التي تم تعريفها إيش بالتعريفات القديمة. بالإضافة للقديمات الآن لاحظوا هذا النظام شو ضاف لنا اللي هو اللوث في البيف. شوف مثلا تفاعلات من هذا النوع، خد عندك الاي جي بلس اللي هو هذا السيلفر ايون كاتايون 2 ان اتش 3. لاحظوا ان اتش 3 هنا في عندك فوج الكتروني على النيتروجين، طبعا هنا الاي جي ما دام عنده بلس معناته في عنده امبتي اوربيتال. هذا كاتايون، هذا طبعا احنا حاطين انه انا بس هو فعليا مش المقصود انه انا لانه الان اتش 3 نيوترال، فايش بعطيك؟ بتكون عندك شيء بنسميه ايش ادكت، يعني خلينا نقول الادكت هو مركب اضافي، كانك ضفت اضافي، يعني كانك ضفت هذول الاثنين الامونيا للاي جي. فلاحظ بتكون عندك اي جي، هذا الزوج الالكتروني هياته عملوا رابطه من هون، وهذا الزوج الالكتروني هياته عمل رابطه هون، فصفه الاي جي مرتبطه مع ذرتين نيتروجين، والشحنه الموجبه اللي كانت موجوده انفات موجوده على المعقد ككل. فهذا هو الكاتيون، وهذا اللي هو الامونيا
اللي هو في هاي الحالة طبعا بده يكون وفقا للتعريف هذا الـ AG بلس بده تكون هي الـ أفيد، والـ NH3 هي الـ بيف، وهذا الـ product اللي هو احنا بنسميه الـ adduct، يعني مركب إضافي كأنك ضفت الاثنين مع بعض. أيضا يندرج تحت هذا التعريف هذا المثال، هذا المثال مشهور اللي هو الـ PF3. طبعا الـ PF3 معروف إذا متذكرين لما أخذنا دائما في عندك ديفيشنفي على البورون، البورون هون بيكون عامل ثلاث روابط مع الفلور، يعني تريجونال بلانر اللي هو هيئته هذا، وبالتالي في أوربيتالات بتكون فارغة هنا في هاي الجفية. الـ NH3 أيضا عنده هنا أوربيتال مليان بالإلكترونات. الآن شو بصير في عندك؟ أيضا بتكون عندنا اللي بنسميه احنا البرودكت اللي هو الأدكت، برضه مركب إضافي. لاحظوا NH3 كأنها انضافت لمين؟ للـ PF3. وانتبهوا هنا نقطة كتير مهمة، هذا يختلف مركب مختلف كليا عن كل من هذا وهذا، يعني هذا مركب وهذا مركب، وهذول الاثنين مركب مختلف بصفات مختلفة عن ايش المركبين هذول. طيب كيف بيتم هذا؟ هون هذا الدونر اكسبتر بوندينج في البي اف 3 ان اتش 3. هذا البي اف 3 قال لك في عندك اوربيتال بيكون فارغ، وهذا الاوربيتال هو اللومو في البي اف 3. يعني لما تيجي تعمل مولكيولر اوبتيك دايجرام للبي اف 3 اخر اوربيتال فارغ وهو اللوست في الانرجي اللي مش ميلومو، اللي متذكرين لما اخذنا هذا المولكيولر اوربيتال قلت لكم هذا المبدا كثير مهم تبعت الهومو واللومو، لانه راح نستخدمهم في الاسيد بيس كونسبت. فالان الاوربيتال اللوست ان اوكيوبايد مولكيولر اوربيتال، يعني المولكيولر اوربيتال في البي اف 3 الأقل في الطاقة الفارغ، المولكيولر أوربيتال الفارغ الأقل في الطاقة بيكون إيش هذا؟ طبعا هو عبارة عن empty orbital، عشان نفهم إحنا لومو اللي هو lowest unoccupied molecular orbital في البي اف 3. إذا في عندي أوربيتال فارغ. طيب ممتاز، ال NH3 في المقابل في عندك لون بير، هذا اللون بير وين بيكون موجود؟ هذا بيكون موجود إيش في الهومو تبع الـ NH3 molecule. إذن الآن صفة في الـ NH3 في عندي هومو، وهذا الهومو اللي هو الـ highest occupied molecular orbital، يعني الأوربيتال المليان بالإلكترونات الأعلى في الطاقة هو اللي بده يمنح. إذن دائما الهومو هو المانح واللومو هو المستقبل. ليش؟ لأن الهومو بيكون فيه الإلكترونات والإمتي اللي هو اللومو. هلا اذا بصير في عندك هذا الانتر اكشن ما بين الهومو تبع ال NH3 مع اللومو، طبعا بصير كانك انت مانح الكترونات هون الهومو الى الالكترونات في اللومو، فبتكون عندك هذا المركب اللي هو الادكت اللي هو ال NH3 بتنضاف الى البي اف 3. بس بدنا نلاحظ شغله انه مش على كيفهم اي اوربيتال بقدر يعمل هذا الكلام. نرد نرجع للتعريف الحقيقي اللي قلنا في البداية، إنه في بالنسبة للميكروبتل يجب أن يكون عندك توافق من حيث السيمتري ومن حيث الطاقة، يعني لازم يكون فيهم تقارب في الطاقة ويكون السيمتري متوافق عشان يقدروا يقوموا بهذا العمل. هنا هذا بيعطيك اللي هو simplified energy اللي في الدياجرام، بس عشان يبين لك كيف الفكرة بتصير بالدونر اكسبتر اللي هو المانح والمستقبل. قال لك الـ NH3 بيكون في عندها لومو، هذا اللي هو الـ highest occupied molecular، وفي عنده زوج من الإلكترونات. في المقابل الـ PF3 بيكون في عنده unoccupied molecular orbital، وهذا إيش من حيث الطاقة بيكون قريب من الهومو. ولاحظوا دائما الأوربيتال المانح، وهي بديش تنشوها، دائما الدونر يعني في عنده أوربيتال، الأوربيتال لما يكون فيه إلكترونات بيكون طاقته أقل من الأوربيتال الغير محمل بالإلكترونات أو الفارغ. ليش؟ لأن الأوربيتال لما يكون فيه إلكترونات هذا وضعه الطبيعي، يعني بيكون مستقر ومرتاح. وبالتالي لاحظوا دائما راح تشوفوا في كل رسماتنا الهومو المانح بده يكون أقل بالطاقة إيش من اللومو، بس إيش طبعا هنا أقل بس مش كتير، وإنما راح يكون فيهم توافق، لأنه قلنا إحنا هذا الحكي لازم يصير عندك توافق في الطاقة وتوافق في السيمتري. الآن نتيجة هذا
الانتراكشن بتكون عندك بوندينج موليكولار اوربيتال وانتاي بوندينج موليكولار اوربيتال بنفس الطريقه، نفس الموليكولار اوربيتال دياجرام. هلا لاحظوا الالكترونين هذول في الجوفه الجديده اللي هي البي اف 3 ان اتش 3 صار طاقتهم اقل، وهذا هو الدافع لتكوين هاي المركب، انه صار في عندك عمليه ستيبلايزيشن للالكترونات اللي كانوا هون طاقتهم عاليه. فلما نيجي نطلع اذا هون بيعطيك اذا مفهوم للرابطه ليش بتكون هذا، لانه بتقول لي في عندك هون ستيبلتي، صار في عندك استقراريه. ليش؟ لانه الالكترونات اللي كانت طاقتها عاليه صفت ايش؟ طاقتها منخفضه، يعني كانك انت نزلت طاقه ايش؟ الاوربيتال الالكترونات. طيب مثال اخر اللي هو نفس الشيء، البورون تراي فلورايد اللي هو هذا دائما في يلومه. هذا المثال مثلا اللي هو ايش؟ داي ايثيل ايثر ادكت فورميشن من ايضا نفس البروسبكتيف تبع اللي هو اللوث. الان هون في عنده لومه، هون في عنده هومو، وهون في عنده زوجين من الالكترونات الاكسجين. طبعا يعني معناته في عندك انت هومو. هلا هذا الهومو واحد طبعا في عندنا، هون ايش بده يجي؟ بده ايش؟ يعمل عمليه انتراكشن مع اللومو، فبتكون عندك هذا الادكت اللي هو الداي ايثيل ايثر مع التراي فلورايد، البورون تراي فلورايد. بس هون بس عشان يبين لك شغلة كتير، نقطة كتير مهمة حكيتها أنا في البداية، إنه هذا المركب الميلتينج بوينت لإله ناقص 99.9، هذا المركب لإله 34.5. لاحظوا هذا المركب الجديد، طبعا بديش إياكم تلخبطوا، هذا مركب يختلف تماما، والدلالة على ذلك لاحظوا الميلتينج بوينت تبعته 125-126 درجة، يعني كأنه بقول لك إنه هذا مركب يختلف تماما عن هذول الاثنين. ولاحظوا، وعشان هيك معطيك هو الميلتينج بوينت. اذا هذا الادكت اللي بتكون اللي هو مركب الاضافه مركب جديد ايش مقارنه مع المركبات اللي داخل الاصل عندي في ايش التفاعل. طيب الان الفرونتير موليكولار اوربيتال اللي هو الاوكيبايد وان اوكيبايد، لاحظوا سميناهم فرونتير اوربيتال. ليش فرونتير؟ لان انت لما تحكي عن الهومو واللومو فعليا بتحكي عن الاوربيتالات الحديه في كل من المانح والمستقبل. لما تحكي عن الهومو ما احنا قلنا عنه هو ايش؟ الهايست اوكيبايد موليكولار اوربيتال، واللومو اللوست ان اوكيبايد موليكولار اوربيتال. خلينا ناخذ عشان نفهم الفرونتير موليكولار اوربيتال اللي هي الاوربيتالات الحديه، خلينا ناخذ اللي هو المثال ان اتش 3 مع اتش بلس، طبعا عشان يعطيك اللي هو الامونيوم ايون. اذا الامونيا مع الـ H بلس بيعطينا الأمونيوم، وهذا التفاعل طبعا مشهور اللي هو تكوين الأمونيوم أيون. الآن لما بدك تيجي تطلع أنت في عندك الـ H بلس، والـ H بلس طبعا هو عبارة عن S أوربيتال فارغ من الإلكترونات. الـ NH3 يعني معناته في عندك أوربيتال بده يكون عندك اللي هو مين؟ اللومو تبع الـ H بلس. عشان هيك لاحظوا أنت لما تيجي تتكون عندك هذا طبعا الموليكولار أوربيتال ديجرام لمين؟ لل NH3. لما نيجي نعمل ال N مع ثلاث هيدروجينات بدناش تحكي بالتفاصيل، الا انه طبعا هذا هو المولكيولار اوربيتال دياجرام تبعهم. لاحظوا انا هذا اللي بيهمني اللي هو اخر اوربيتال فيه الكترونات والاقل الهايست اوكيبايد مولكيولار اوربيتال، اعلى اوربيتال مليان فيه الكترونات، لانه هذا هو اللي ممكن، لانه هدول الالكترونات تعتبر داخلية صعب انه ينعطف، فدائما بنيجي بندور الهومو اللي هو يكون هايست اوكيبايد مولكيولار. هذا اللي هو الاوربيتال اللي راح استخدمه كهومو من ال NH3. طيب فالان هذا الهومو لاحظوا شو التماثل تبعه لما تيجي تطلع عليه، طبعا هنا ال 1F تبعون الهيدروجينات، ثلاث هيدروجينات 1F، وهنا واحدة من البي، طبعا راح يكون عندك نفس التماثل، يعني راح ناخذ مثلا لو فرضنا البي زد اللي هو جاي هيد تو هيد مع الون اف راح يعطيك هذا الهومو، وطبعا راح يطلع معنا اللومو اللي هو راح يكون عندنا بهذا الشكل اللي هو اللومو اللي مش راح طبعا نستخدمه لانه
راح يكون عالي في الطاقة، فأنا اللي بيهمني هون اللومو، هذا اللي راح أستخدمه، لأنه هون في هاي الحالة هو المانح. إذا هذا الأوربيتال اللي هو الهومو. طيب بس بدي إياكم تنتبهوا على السيمتري تبعه، هذا حسب حسب احنا ما احنا تعرفنا، طبعا هذا راح يكون سيجما السيمتري تبعه. طيب الآن خلينا نيجي نشوف في حالة المي هياته. إذا بتقول لي الهومو اللي هو هاد هياته اللي كان تماثله ايش؟ سيجما هياته هون الهومو تبع ال NH3، طبعا هون حطيت لك هو كل الاوربيتالات تبع ال NH3 بدي ارجع هون، هاد هي واحد اثنين واحد، هدول طبعا فاضيات، هدول بدهم يكونوا انتاي بوندينج. اذا هون واحد اثنين واحد واحد اثنين، لما نيجي نطلع هون هياته واحد اثنين واحد واحد اثنين. انا اللي بهمني الان هذا اللي هو الهومو في حالة الأمونيا. الهومو في حالة الأمونيا. الآن في عندك اللومو في حالة اللي هو الـ empty orbital اللي موجود وين؟ في الـ H+. إذن الـ NH3 مع الـ H+ قلنا هاي الموليكولا أوبتا ديجرام هذول الأوربيتالات تبعون الـ NH3، وهذا الأوربيتال تبع الـ H+. ولاحظوا إنه هذا empty، راح نأخذ اللي هو اللومو. لاحظوا نفس السيمتري A1 A1 لازم يكونوا نفس السيمتري. إذا نفس السيمتري طاقتهم قريبة من بعضهم البعض، الآن بصير في عندك اللي هو مين؟ bonding وانتاي bonding. فالآن لاحظوا الإلكترونات هذه اللي كانت بهاي الطاقة، لاحظوا شو صار فيها، نفلت في الطاقة. هنا كان في عندك زوجين فقط للأمونيا، هلا صار في عندي هنا ثلاث أزواج إلكترونية. وهنا طبعا هذا الزوج اللي هو في حالة الأمونيا طبعا اللي هو إيش اللي كان بعيد في الطاقة. هلأ صار في عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا بشرح لك اللي هو في حالة الـ NH4 plus في عندك أربع روابط فيجما، أربع روابط فيجما ما بين الـ N والـ H، وهي هدول في عندك أربع bonding electrons. هلأ الـ NH3 حطينا الموليكيول ديجرام تبعها، الـ H+ هياته هون، وبصير في عندك الـ Interaction هذا اللي حكينا فيه. الآن إيش؟ هذا رسمة تبسيطية بس عشان نوضح لك. هاي الـ NH3 عندها هذا الزوج الإلكتروني اللي هو مين؟ اللومو اللي فيه إلكترونين، والهيدروجين اللي هي الـ S orbital. طبعاً لاحظوا هون أنا رسمت بهذا عشان أبين لك إياه إنه نفس السيمتري، اثنين هيد تو هيد يعني سيجما بده يعطيك. فالآن راح يصير في عندك هنا هياته NH3 مع الـ H، الفرق في عندك new bonding orbital، new bonding orbital، وهذا new anti bonding orbital. إيش رمزه؟ T2، يعني هذا السيمتري تبعه. وهنا طبعا بيكون عندك T2 إيش افتر تجروا شرافكم الآن في بالرموز، بس المهم أنه صار في عندك هنا new bonding ونيو ايش anti bonding. ولاحظوا نفس الفيف، لاحظوا هنا ايش مختلفين، لأنك انت عملت addition و subtraction. فالآن ايش صفى عندك نتيجة تكون ال NH3 مع ال H اللي هو ال NH4؟ قال لك صار في عندك أربعة bonding orbital. شو هم الأربعة bonding؟ بيقول لي واحد من هذا النوع وثلاثة من هذا اللي هو A1 هاد والT2. طيب ممتاز. وفي عندي كمان في نفس الوقت لازم نقابلهم أربعة أنتاي بوندينج. شو من الأربعة أنتاي بوندينج؟ برضو واحد A1 طبعا راح يكون افتار، وهذا الـ T2. إذن A1 و T2. طيب ممتاز. انتبهوا هنا إيش إنه تغير عندك السيمتري، عشان هيك إذن هنا كان عندك السيمتري في حالة الـ NH3 في 3V، في حالة الـ NH4 صار عندك السيمتري تترا هيدرال. عشان هيك لاحظنا انه السيمتري للاوربيتالات البوندينج والانتاي بوندينج صار فيها ايش بعض التغيير. هلا المحصله الكليه من هذا كلياته، بتقول المحصله الكليه انه صار في عندي lowering in energy، هذا كان عندي طاقه اعلى، هذا فارغ وطاقته عالي. لاحظوا شو صار في عندك، انت قللت الطاقات، لاحظ صار في عندك هنا اربع اوربيتالات طاقة منخفضة، وبالتالي بفرق عندك lowering للإنرجي. و بما أنه
النان بوندينج. A1 هذا اللي كان نان بوندينج تحول لإيش؟ تحول لبوندينج. إذا في حالة الأمونيا كان نان بوندينج تحول لبوندينج و T2. هلأ في الأسيد بيف رياكشن هذا اللي صار كأنك أنت عندك ما صار في عندك الهومولومو انتراكشن، هذا كومبينيشن طبعا كون لك نيو هومو اند لومو اوربيتال اوف ذا برودكت. هلا بتقول لل NH4 صار في لها نيو هومو ولومو. في حالة ال NH4 بلس صار في عندك يعني نتيجة هذا الهومو واللومو الأصل تكون عندك هلا مجموعة جديدة من الاوربيتالات، صار في عندك لومو وهومو جداد في حالة ال NH4 بلس. عشان هيك بقول لك اللي في نتيجة الأسيد بيس الهوم واللوم هذول اللي صار تكون بيناتهم كومبينيشن أو صار تجميع أو انتراكشن بيناتهم كون لك نيو هوم ولوم أوربيتال للبرودكت. طيب الآن وفقا لهذا المبدأ اللي هو الهوم واللوم قال لك نتيجة هذا اللي هو الفرونتير أوربيتال بيس ممكن إنه يحدث عندك أكثر من شغلة ممكن إحنا نفسرها بهذه الطريقة. طبعاً ممكن إنه بعض المواد ممكن تشتغل كأكسيدايزنج إيجنت، ممكن تكون كأسيد، ممكن تكون كبيف، ممكن تكون كريديوسنج إيجنت depending on the other reactant، بيعتمد على الرياكتنت الآخر اللي موجود معانا. وهذا المثال ببين لنا هذا المبدأ، لكن عشان شوي فيه راح يكون نشرح الأربع حالات راح يكون شوي فيه طول وهيك راح أخذ من وقتكم زيادة، فأنا راح أتوقف هون إن شاء الله المحاضرة الجاية راح أكمل على هذا السلايد على هذا السلايد. ويعطيكم العافية.